هذه الدجاجة. السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في واحد النهار زوين في البلدية هنا في الاطلس. انا عايشكم معايا واحد اللحظة زوينة مع الدجاج، كنعطيهم ياكلون. ان شاء الله يعجبكم هذا الجو وهذه الطبيعة الزوينة هنايا في واحد المنطقة اللي سميتها العرعرة. مرحبا بكم. الله ما شاء الله كل مزيان باش عطاونا البيضات مزيانين. غادي نقلبوا على البيض. حدثت بمر الظهر دابا غيكونوا كبادو. ها وحده في الصب زعما شكل دير تما. يا سلام نمشي لديك البلاصه د الصباح فين كاين شجر القرقاع والله لقى شي حاجه. الصرج ما فيه والو، هذا ما فيه والو لا فيه اوكي. بسم الله هما الزوينات كياكلو هنا. كولو الدجاجات كولو. فين كتبيضو فين؟ فين كتحطو البيض؟ فين السايبات؟ مازال في مسيرة البحث عن البيض. هما كيعجبهم لكن شي واحد البلاصة ديما تلقى فيها. إن على الله هما كاين كيما كانت شي حفرة مدرقة كيبيضو فيها. لا لا جيب هادي بعدا. بسم الله بسم الله ما شاء الله خيرات مولانا. خيرات شي لا كاين هاد النهار. هذا كنقلبو ها
تبارك الله ما شاء الله. لا كان فران ديال الخبز ديال العواد طاح، مبقاش غادي تبنى من هنا. بسم الله بسم الله، الله يخلف الله يخلف هاد الدجاجات. نشوف ثلاثة ستة سبعة 12 تبارك الله. هذا المحصول ديال هاد النهار من بعد تبارك الله. ايوا كل مرة فين تيحطو ربما نلقاهم في وسط الشجر، نفس شجر البرقوق بعويدة، هاي البعويدة هذا البرقوق. لا عاد في ما كيحطو غير البيضة تحت الشجرة هكا. ايوا هادشي اللي كاين، نتمنى يكون عجبكم هاد الروتين ديال جميع البيض ديال الدجاج. ومرحبا بكم ان شاء الله جيتو عندي، مرحبا بكم هنا في هاد الفيرما في سميتها عرعرة، نواحي بولمان. مرحبا بكم دائما.